وللحق عائدون. هيا يا مصلحون عزائم لا تهون، ولله منيبون وللحق عائدون. هيا يا مصلحون عزائم لا تهون، ولله منيبون وللحق عائدون. هيا يا مصلحون عزائم لا تهون، ولله منيبون وللحق عائدون، وللحق عائدون. فهذه الحياة معناها شامل، صدق مع الإله وصالحا تعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. حديثنا اليوم عن علم من أعلام الجهاد ورمز من رموز العزة في هذه الأمة، إنه عمر المختار. ولد عمر المختار عام 1862، وكان ذلك في بيت عز وكرم. ينتسب هذا المجاهد العظيم إلى هذه الأسرة السنوسية العظيمة، من جهة أنه يعد حسنة من حسناتها، فقد احتضنته هذه الأسرة وتعلم في زواياها ومساجدها. بل كان الإمام المهدي السنوسي يقول: لو كان لنا 10 من أمثال عمر المختار لاكتفينا بهم. تعلم عمر المختار في واحة الجغبوب أوائل العلوم الشرعية، ومكث فيها نحو 8 سنين وهو يتعلم من الحديث والتفسير والفقه. بعد ذلك أخذ عمر المختار ورده عن الإمام المهدي السنوسي على العادة المضطردة عند الصوفية، لكنه حين ذهب إلى الإمام المهدي وطلب أن يأخذ منه ورده ويجيزه فيه، أعطاه المهدي مصحفا وقال له: وردك القرآن. فكان عمر المختار رحمه الله تعالى مواظبا على قراءة القرآن، ويعد ورده الحقيقي هو من القرآن الكريم، وكان كما يقول عن نفسه يختم كل 7 أيام، وذلك إلى جانب محافظته على الصلوات، وأيضا إلى جانب قيامه بأعباء تعليم القرآن للطلبة الصغار. ثم بعد ذلك انتقل إلى الجهاد في سبيل الله. هيا يا مصلحون عزائم لا تهون. وترجل الفارس الهمام، وانطفأت شمس الجهاد في ليبيا المجاهدة. عمر المختار بينما كان في وادي الجريب مع 40 من جنوده وفرسانه، باغتته دورية إيطالية مدججة بالسلاح، ألقت عليهم الرصاص وابلا من كل جهة. أصيب فرسه، سقط الفرس على الشيخ المجاهد عمر المختار، وكانت يده تحت الفرس. الجنود الإيطاليون لم يكونوا يعرفون أنهم أمسكوا بكنز ثمين، لم يكونوا يعرفون أن الذي ترجل ويده تحت الفرس هو الشهيد المجاهد عمر المختار. حاول أن يجذب يده من تحت الفرس، ولكنها كانت قد كسرت والفرس قد فارق الحياة، فما استطاع ذلك. أدركه الجنود الإيطاليون على تلك الحالة، وما استطاع أن يحرك يده، فألقوا القبض عليه، فما إن عرفوا أن هذا الرجل هو ذلكم الشهم الذي تبحث عنه إيطاليا كلها، إلا وطار الخبر إلى غرازياني ثم إلى قصر الحكومة في إيطاليا أن الفارس الشجاع قد ترجل. فأخذ على عجل في بارجة ليحاكم هنالك في بنغازي، حوكم على عجل، وجاءه الجنرال الإيطالي غرازياني ليرى هذا الشيخ الذي دوخ إيطاليا والذي جعلها لا تنام في هدوء. عمر المختار بينما غرازياني يحاوره ويناقشه قال له:
إني والله ما كنت أود أن أسلم نفسي إليكم، ولم أكن أفكر في ذلك أبدا، ولكن أما وقد شاءت إرادة الله تبارك وتعالى ذلك فلا راد لقضائه. اندهش غرازياني فبدأ يحاور عمر المختار، وذلكم الشهم رافعا رأسه وهامته إلى السماء يرد بإجابات المؤمن المعتز بدينه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال له: أيها الجنرال، نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت. حكم على عجل، جاءت الطائرات لتغطي على المشهد حتى لا يسمع الناس ماذا سوف يقول عمر المختار للذين يشاهدون لحظة إعدامه، ولكنه كان باسم الثغر محياه مستبشر، لأنه مقبل على الله عز وجل. رحمة الله عليه. هيا يا مصلحون عزائم لا تهون. قضى عمر المختار أكثر من 30 عاما وهو يجاهد في سبيل الله، فقاتل القوات البريطانية والقوات الفرنسية والقوات الإيطالية. فكان عمر المختار شارك عند إقامته بتشاد، شارك في قتال القوات الفرنسية مع كتائب الحركة السنوسية بين 1899 إلى 1902، وفي سنة 1908 دعي للمشاركة في المعارك التي بين القوات السنوسية والقوات البريطانية على الحدود الليبية المصرية، وفي سبتمبر 1911 أعلنت إيطاليا الحرب على الدولة العثمانية وغزوها للسواحل الليبية. فكان عمر المختار وقتها بمدينة جادو، فانطلق عائدا إلى زاوية القصور وبدأ بتنظيم المجاهدين، وكان عمره 57 عاما. فشارك في معركة السلاوي أواخر سنة 1911، وتولى قيادة المجلس الأعلى للعمليات الجهادية الذي أدار أعظم معارك الجهاد ضد الإيطاليين. وعندما انسحبت القيادة السنوسية من ليبيا إلى مصر سنة 1922، ظلت الحرب قائمة بقيادته، وألجأ عمر المختار القوات الإيطالية إلى طلب مفاوضته بعد أن خاض مع حرب عصابات في 1929، ولكنه رفض طلبهم بوقف القتال والخروج من البلاد. وفي أحد معارك 1931 وقع عمر المختار أسيرا. هيا يا مصلحون عزائم لا تهون. الشهيد عمر المختار عليه رحمة الله شخصية من شخصيات العملاقة في عالمنا الإسلامي، وأنا شخصيا لقد أثرت في سيرته عندما درستها، وخاصة بعض مواقفه التي سأذكر منها مقتطفات، ولكم إن شئتم أن تعلقوا عليها، فهي شخصية في الحقيقة يزيدنا حماسا الكلام عنها. ذات يوم عرضت عليه إيطاليا رشوة كعادة أعدائنا مع أمتنا، فقال لهم بكل ثبات: ثقوا أني لم أكن لقمة سائغة يسهل بلعها على من يريد، وإني أعيذ نفسي من أن أكون في يوم من الأيام مطية للعدو وأذنابه. ذات يوم أرسل الشريف أحمد السنوسي، أرسل المستشرق المسلم الذي أسلم محمد أسد صاحب كتاب الطريق إلى مكة، أرسله ليفاوض الشهيد عمر المختار لعله يقبل بأن يخرج من ليبيا، لأنه كان يعتبر بقاء، لأنه خلاص الجهاد حوصر من كل الجهات، السلك الشائك اللي دارته إيطاليا مع الحدود
300 كيلومتر تقريبا، سياسة العزل والأرض المحروقة يعني كانت كارثة. فأدرك الشريف أحمد سنوسي أنه لابد من إخراج عمر المختار والمجاهدين اللي معاه إنقاذا لحياتهم من هذه المحرقة، فأرسلوا له محمد أسد. فيعلق محمد أسد بعد ذلك، أرجع التقرير إلى الشريف أحمد السنوسي قائلا: لم يكن باستطاعة أحد أن ينقذ سيدي عمر، إنه لم يرد أن ينقذ، لقد فضل أن يموت إذا لم يستطع أن ينتصر، لقد عرفت ذلك عندما فارقته سيدي أحمد. أخيرا مقال مقتطف من ما قاله عدو الله غراتزياني، قال: إن عمر المختار كان محبا لدينه ووطنه رغم بلوغه أعلى الدرجات. طبعا عمر المختار يعني كان وقت نزول الطليان إلى السواحل الليبية عمره 57 عاما، وليست ولم تكن هذه بداية الجهاد في حياته، بل هو جاهد فرنسا في تشاد منذ 1899 في تشاد على يد محمد المهدي السنوسي المؤسس الثاني يعتبر في الحركة السنوسية، وكانت له قيادة وحنكة وحزم وحسن تدبير، ومما أهله لمقام كبير ورفيع عند السنوسية، حتى أنه يسمى بهذا اللقب سيدي عمر. سيدي عمر هذا يقال سيدي، كلمة سيدي تقال للسنوسية لابناء البيت السنوسي، ولكن تقال أيضا لمثل في من هو في منزلة عمر المختار. يعني لو ننظر إلى هذه المدة كلها حوالي 30 سنة وهو يجاهد، ومواقفه تدل على الديانة، الرجل صاحب دين ومبدأ وثبات عظيم. يعني حتى هذه العبارات أنه قال عندما قابل محمد أسد، قال: نحن نقاتل لأن ديننا يأمرنا أن نقاتل. فهي قضية دين يراها، ليس مجرد أن للسلطة أو لشيء من هذا، هو يرى أن واجبه الديني يحتم عليه هذا القتال. هناك عبارة تقال على مشهورة عن عمر المختار، وهي عندما أخبروه أن إيطاليا جاءت بالطائرات، فقالوا: الطائرة هل تطير تحت العرش أم فوق العرش؟ قال: إنها تحت العرش. فقال: إذن الله أعلى وأجل، أو كما قال. هذه العبارة ربما لم أجد لها مصدر، ولكن يقول في مثل هذا المعنى مما توارثته الألسن. أي، ولكن هناك عبارات مثل هذه التي قالها لمحمد أسد: إننا نقاتل لأن علينا أن نقاتل في سبيل ديننا وحريتنا، حتى نطرد الغزاة أو نموت نحن، وليس لنا أن نختار غير ذلك. إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد أرسلنا نساءنا وأولادنا إلى مصر كي ما نطمئن على سلامتهم، متى شاء الله أن نموت. انظر هذا ثبات، وهو في ضيق، يعني ليس مجرد يعني ليس في ساعة، في لحظات الأخيرة هو يدرك أنه خلاص انتهت المعركة. حتى أن الشارف الغرياني وهو كان يرأى بالدخول مع الطليان، وأرسل إلى عمر مختار يريد أيضا أن يستميله في هذا المسلك، وحتى يخرج أيضا من يعني ربما تأول في هذا. لذلك عمر مختار كان يتلطف في عبارته معه، يقول حتى في دباجته إلى دباجة الرسالة إلى أخينا سيدي الشارف ابن أحمد الغرياني حفظه الله هداه، يقول هكذا في آخر هذه الرسالة حتى لا أطيل عليكم، يقول: نحن ولا نخاف طيارات العدو، ولا نخاف طيارات العدو ومدافعه ومدباباته وجنوده من الطليان والحبش والسبايس المكسرين، يقصد الليبيين اللي قاتلوا مع الطليان، ولا نخاف حتى من السم الذي وضعوه في الآبار وبخوا به الزروع النابتة في الأرض، نحن من جنود الله وجنوده هم الغالبون، ونحن لا نريد لكم ما يدفعكم إليه النصارى، وظننا بكم خير، والله يوفقنا ويهدينا وإياكم لسبيل الرشاد. يعني هذا لما تنظر مثل هذه العبارات وهذا الإيمان والثبات، وأيضا
التواضع، تجد أن حتى الموقف الذي ذكره محمد أسد، كيف أن الثلة من المجاهدين اللي حوله كيف أنهم يحيطون به ويرعونه ويلتزمون الأدب معه، هذا ليس في هذا الموقف، بل حتى في إدارته في زاوية القصور كانت القبائل تدعي لعمر مختار. يعني حقيقة أن سيرته تحتاج إلى تأمل والاستفادة من هذه المواقف. الحقيقة المفارقة العجيبة في سيرة عمر المختار رحمه الله تعالى، أننا معاشر المتتبعين والقارئين لسيرته نتأثر بنهايته أكثر مما نتأثر بمراحل جهاده. بعبارة أخرى، ما رأيناه وما قرأناه عن عمر المختار في وقت الضيق، في وقت الشدة، في وقت الاعتقال، إلى أن أعدم رحمه الله تبارك وتعالى، هذه المرحلة الزمنية رأينا فيها من ثباته، من إيمانياته، من صدقه، من رباطة جأشه أمام من يحاكمونه، رأينا أمورا تصلح أن تكون قدوة لجميع المسلمين، كل بحسب موقعه الذي يعمل فيه لصالح أمة الإسلام. وأتصور أن عمر المختار لو أنه يعني لم تكن له هذه النهاية لكان مجاهدا من المجاهدين أو زعيما من قادات الجهاد، لكن هذه النهاية مؤثرة جدا، ويعني تصب فيما نحتاج إلى تمثله اليوم. عمر المختار لم يصل إلى هذا الثبات العجيب أمام التضييق، أمام الاعتقال، أمام السجن، أمام الإعدام، إلا بسبب تكوين إيماني راسخ منذ صغر سنه. وهذا تكوين بطبيعة الحال هو مدين فيه بعض الله عز وجل للحركة السنوسية، لأنه تربى في زوايا هذه الحركة، ولكن أيضا يعني أخذ من شيوخه مجموعة من الإيمانيات، ومن المذكور أنه مثلا كان محافظا على الصلوات في أوقاتها، وكان محافظا على ورد قرآني، لأنه أخذ من المهدي السنوسي هذا حين جاء يستجيزه ويطلب منه يعني وردا على طريقة الصوفية المعروفة، فإنه أعطاه المصحف وقال له وردك القرآن. فعلى كل حال، هذه التنشئة الإيمانية هي التي جعلته يثبت في آخر حياته، وكما يقولون من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. من بدأ بحال من التضييق على نفسه في مجال العبادة، في مجال الأخذ بالجد، في عدم اللهو كما يلهو والأطفال وكما يلهو المراهقون والشبان، فإن نهايته تكون مشرقة وتكون ذات إشعاع كبير. عمر المختار نحتاج أن نتمثله لا في جهاده فقط، ولكن على الخصوص في ثباته أمام المحن. وأظن أن هذه أعظم أو من أعظم ما يستفاد من سيرته عليه رحمة الله. قرأت قصة للشهيد عمر المختار، قصة حكاية مع زوجته رحمة الله عليهم جميعا. يعني الإنسان كي يكون في بيئة هذه أيضا، كي تكون الزوجة عظيمة، يعني ذات يوم جاء ليدخل خيمته فأسرعت لترفع الستار. انتبه، قال لها ما لك يا فلانة، ندخل عادي. قالت له يا عمر، يا سيدي عمر، إني أرفض أن يكون انحناؤك لغير الله، حتى وأنت تدخل الخيمة لا تنحني. هذا دور المرأة الصالحة مع الرجل الصالح. وايضا هو ربما من يعني يقرا او يسمع عن عمر المختار ربما يظن ان جهاده، وخاصه عندما ذكر قبائلنا، مجرد يعني حرب عصابات فقط او بعض المجموعات المتفرقه. هو بالفعل كان يقود جيش، كان يقود جيش منظم عن طريق الادوار التي سموها الدور، كل دور في قبيله. هو سار مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في غزواته، وكانت فتوحات الإسلامية، كان يجعل هذه الدور هو المركز أو المعسكر في كل قبيلة، وليس من الشرط أن يترأسها من داخل قبيلة، بل حتى عمر المختار هو من قبيلة المنفى،
يقود في مجموعات كبيرة من القبائل المتعددة، لكن المقصود أنه هناك نظام محكم، نظام عسكري برتب، تأتيه تقارير لعمر المختار نفسه على كل شخص ممكن يستحق الترقية إذا قام بأعمال معينة، له رتب، التزم بالرتب التي في الجيش العثماني التي يعتمدها الجيش العثماني. فبالتالي كانت هذا الدور لعب دور كبير جدا. كان لكل دور شيخ مفتي يتعرض للنوازل التي يمر بها المجاهدون فيها في تلك المنطقة. هذا الدور أيضا يغذى من القبائل الموجودة، حتى إذا كان في كل معركة استشهد منه أفراد من نفس القبيلة، على القبيلة أن تعوض أفرادا آخرين يأتون بديلا لهذا الدور، بحيث لا تفرغ هذه الأدوار من المجاهدين. وكانت هذه يقومون ليس فقط بأحوال الجهاد والمعارك وخوض المعارك، بل كانت لهم تمركزات على مدى الطريق التي يتواجد فيها العدو، فكل تحركات العدو مرصودة، تأتيهم الأخبار بكل سلاسة. كانت لهم إشارات معينة بطلقات إذا رأوا الدوريات، وكانوا يحاصرون وحتى دوخوا الطليان في هذا. فكانت هذه من اللفتات التي كان من حسن قيادة عمر المختار. وربما إشارة صغيرة أيضا، أن عمر المختار لا ننسى، وهذا ربما قد حاول النظام السابق أن يطمس عليها هذه الحقيقة، وهي أن عمر المختار ما هو إلا حسنة من حسنات الحركة السنوسية، وإن كان هو له فضل وله منزلة كبيرة، حتى قال محمد المهدي السنوسي لو كان لنا مثل عمر عشرة مثل عمر المختار لاكتفينا. سمحت يا شيخ، هو كان يدرك بأنه فعلا حسن من حسنات هذه الحركة. ذات يوم خرج إلى مصر ليلاقي السنوسي. أدريس السنوسي. فكانت قبيلته قبيلة النيفة في انتظاره. وكان قد سمع بأنهم لم يحسنوا استقبال أدريس السنوسي. فلما رآهم وقد أهلوا باستقباله وبدأوا يهيئون التظاهرات لاستقباله، رفض. قال: أتفعلون هذا بي ولا تفعلون مع سيدي السنوسي؟ والله لن يستقبلني منكم أحد. فسمع بذلك شريف سنوسي إدريس السنوسي، فأذن له عند ذلك. قالوا: معليش، يعني يمكن أن تستقبل عند ذلك؟ قال: أما وقد أذن سيدي إدريس فيمكنكم الآن أن تستقبلوني، ولن أغفر لكم حتى تفعلوا ذلك مع، يعني شوف صدق المحبة وصدق الولاء بينه وبين هذه المدرسة رحمة الله. هيا يا مصلحون عزائم لا تهون. شيخ المجاهدين عمر المختار، كتب عنه كثيرون وصور له كثيرون، وكل ما كتب عنه فيه حق كثير وبعض الأخطاء، لكن ممن رأيت أنه كتب عنه وأجاد وأفاد كتاب الحركة السنوسية للدكتور علي بن محمد الصلابي. نسأل الله أن ينفع المستمعين به. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. يا مصلحون عزائم لا تهون، ولله منيبون وللحق عائدون. هيا يا مصلحون عزائم لا تهون، ولله منيبون وللحق عائدون. هيا يا مصلحون عزائم لا تهون، ولله منيبون وللحق عائدون. هيا يا مصلحون عزائم لا تهون، ولله منيبون وللحق عائدون.